أهلا وسهلا بيكم، معاكم أحمد الجزار من أكاديمية غبور. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن كان باص. في البداية الكان باص هي عبارة عن شبكة تواصل رقمي ما بين وحدات التحكم في العربية. لجأنا لاستخدام الكان باص ليه؟ كان باص بدأ الظهور للاحتياج ليها لما كترت وحدات التحكم في العربية، فعلشان نقلل التعقيد بتاع التوصيلات الكهربية في العربية ونقلل كمان المكونات اللي محتاجينها علشان الوظائف اللي في العربية، اضطرينا ان احنا نستخدم شبكة تستفيد بالمعلومات اللي عند كل كنترولر او وحدة تحكم وتبعتها لوحدة تحكم تانية. طيب ده ابتدى من شركة ايه؟ في ثلاث شركات كانوا اكبر ثلاث شركات في الكونسورتيوم اللي اتعمل علشان الكان باص سيستم. الشركات دي كانت بوش، انتل، ومرسيدس بنز. لما نيجي نعرف التواصل الرقمي، التواصل الرقمي هو تبادل للمعلومات ما بين وحدتين تحكم عن طريق اللغة اللي بيفهمها الكنترولر او اللي بتفهمها وحدة التحكم دي. الالكترونيات ما بتفهمش غير حاجة واحدة، اون ستيت واوف ستيت، او اللي هو الزيرو وان، او اللي بيتقال عليها الباينري لانجويج. علشان نفهم اكتر ازاي الديجيتال كوميونيكيشن فاد كهربة العربية، نبص على المثال ده. المثال دوت فيه كنترول محرك وليه حساس الحرارة بتاع مية التبريد بتاعة المحرك، وكنترول فتيس وليه حساس حرارة مية التبريد بتاعة المحرك برضو. الكنترولين دول محتاجين المعلومة دي. في بعض العربيات القديمة كان بيبقى فيه حساس لوحده، حساس حرارة لوحده لكنترول محرك، وحساس حرارة لوحده لكنترول فتيس. في الحالة ديت انا عندي الكومبوننت او المكون او الحساس متكرر مرتين، ده غير الضفيره بتاعته، السلك بتاعه متكرر مرتين، ده غير ان الكنترول ده والكنترول ده بيعملوا بروسيسنج او معالجه للسيجنال اللي خارجه من الحساس علشان يقدر الكنترولر يفهمها ويبتدي ياخد اكشنز على اساسها. طيب في الحاله دي في هدر مكونات وهدر اسلاك. بعد كده الموضوع اتغير شوية وبقى فيه كنترول محرك متوصل عليه حساس الحرارة، ونفس الحساس ده متوصل منه سلكة تانية لكنترول فتيس. في الحالة دي انا وفرت المكونات، مفيش حساس حرارة تاني لكنترول فتيس، لكن الضفيرة لسه موجودة، لسه فيه سلك لكنترول محرك وسلك تاني لكنترول فتيس. في الحالة دي برضو الاسلاك لسه عاملة لي مشكلة. طيب وحاجة تانية كمان، ان في البروسيسنج او المعالجه حصلت في الكنترول ده وفي الكنترول ده، فالمعالجه كده اتعملت مرتين. التواصل الرقمي خلى ده يبقى اسهل ازاي؟ بقى فيه حساس حراره متوصل بكنترولر واحد، المعالجه تمت هنا بس، وبعد كده علشان الكنترولر ده يستفيد بالمعلومه اللي عند كنترول محرك بعتها له المعلومة جاهزة إنها ديجيتال فورم في صورة رقمية بدون ما يضطر إن هو يستخدم أسلاك زيادة أو يستخدم حساس زيادة. فكانت النتيجة إن التعقيد بتاع ضفيرة الكهرباء في العربية قل كتير جدا. كان اللي فات مثال بسيط على حاجة كانت محتاجة تواصل رقمي فعلا، انما دلوقتي في العربيات الحديثه اللي احنا بنتعامل معاها كده كده بيبقى عندك كومبوننتس او مكونات كتير جدا 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 علشان الرفاهيه والحاجات المتطوره اللي بقت في العربيه دلوقتي. معانا في كورس كان باص هنشوف اللاي اوت بتاعه شبكه الكان باص في العربيه، مكوناتها ايه. هنشوف كمان الفولتج ويف فورم بتاعه الكان باص علشان لما نيجي نستخدمها بعد كده في التشخيص باستخدام الاوسيلوسكوب. هنشوف التيرمينيتنج ريزيستنس او النهايه المقاومات الطرفيه بتاعه كان باص اللي بنستخدمها في التشخيص بالمالتيميتر، وهنفهم وظيفتها ايه كمان. وهنبص مع بعض على وايرنج دياجرام للسي كان او الهاي سبيد كان في عربيه، وهنشوف النتورك مكونه من ايه على العربيه نفسها. وعلشان الكورس بتاعنا مركز بشكل اساسي على التشخيص، هنشوف مع بعض ازاي نستخدم الديجيتال مالتيميتر في تشخيص الكان باص علشان نعرف نوع الفولت اللي على الباص،
باستخدام قياس المقاومة وقياس الفولتج بتاع الباص. كمان هنقدر ان احنا نستخدم بيكوسكوب، واللي تقدر تستخدم بداله اي اوسيلوسكوب تاني، في ان انت تشخص حالة العطل على النتورك. وهنشوف مع بعض ازاي تعمل لنفسك استراتيجية ان انت بعد ما عرفت نوع العطل على الباص تطلع العطل ده مكانه فين بالظبط فيزيكلي في العربية. كل التفاصيل دي واكتر هتعرفوها في الكورس بتاعنا، تابعونا على الفيسبوك بيج بتاعتنا علشان تعرفوا ميعاد الكورس ده امتى والكورسات التانية اللي بنقدمها.